أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يعتبر بالسلام بواسطة الإشارة فيه؟ وهل هذا جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من أصحابه؟ السلام يكون بالكلام، لابد من الكلام، والنطق بالسلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا كان بعيدا لا يسمع الصوت فإنك تسلم وتشير لتنبهه إلى أنك تسلم عليه، فتجمع بين الإشارة باليد والسلام باللسان باللفظ. نعم، ولا تكتفي بالإشارة فقط.